مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار فقط الممثل المغربي كرم المراني. اكيد تعرفنا عليكم مجموعه من الاعمال التلفزيونيه واخر عمل كان شهر رمضان اللي حقق نجاح كبير، مسلسل بنات الاساس. اكيد المغاربه كاملين عاشوا كل قصه بكا وفرح وتنشطوا، واكيد انه شاف الطبيب اللي ما شاء الله كان واحد الحضور قوي رفقه الممثله الخبيره لسعاد الحريري اللي كانت مريضه هو اللي كان مشرف على المرض ديالها. فرحت بهذا الكرم. كيفاش الدور ديال الطبيب؟ اول حاجه شكرا لكم على هذا السؤال. هو بالنسبه للدور هو دور جميل، والاجمل هو المشاركه في العمل الفني اللي لقى واحد النجاح كبير الحمد لله في الوسط المغربي. هي صعبه يعني حقق واحد نسب مشاهدة عالية ونسانا في داكشي اللي كان كيحقق نسب مشاهدة قبل. أكيد كرم، المسلسل الناس عقلوا على قلبتيا وفرحوا بزاف من قلبتيا فاش درتي على المسموم أختي الأبيض. عطيت بزاف معاكم. تي غيت لا أنا سوبا. تفوت عليك وتقريبا على أخرى. 16 كم جريتي على الشارع الأخرى في صفحة الجوية. لان الله يحسن هو الممثل من الست الصباح هو تيصور ولا خصو يجي تيكون ساكن بعيد فايق معاك حاضر خصو يحفظ الحوار ديالو خصو يوجد الشخصيه ديالو خصو يكون في المستوى باش يلاه يكون عنده حسن الظن ديال الجمهور المغربي. دونك الله يحسن هو الاجواء ما كانتش سهله، ولكن ملي كيكون يعني ناس محترفين اللي وراء الكاميرا سواء تقنيين مخرج منتج كيكون كلشي هو هذاك متاكد كيكون ان العمل كيكون مزيان. كيف ما كنقولوا رغم الصعوبه ديال الظروف، ولكن الحمد لله ملي كنا عند حسن الظن ديال الفريق هذا هو الربح. كرم عرفتي الجمهور كيفاش 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 على الدراما خصوصا المغربيه ان شاء الله. نتمنى نشوفوا دورنا في الشوط. ما كاين حتى شي حاجه سوى الشكر لكم وكاع الناس اللي تيتبعوا جميع الاعمال المغربيه وتزيدوا بها. Thank you.
تصير.